بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسيوط تم رصف طريق الدير المحرق بالقصية، وده ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة. أما في قنا فقد تم افتتاح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق في دشنا. كمان في البحر الأحمر في مدينة مرسى علم بالأخص تم استقبال 5000 سائح على متن 27 رحلة طيران دولية. وفي جامعة بني سويف تم البدء في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط تم تنفيذ أعمال تطوير ورصف الشوارع والطرق بمركز القصية، وإعادة تأهيل ورصف الطريق اللي بيربط ما بين الطريق الصحراوي الغربي ودير المحرق، إحدى المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة والخروج بالمظهر اللي بيليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية. في قنا شهدت المحافظة افتتاح أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا، ضمن الخدمات الاجتماعية اللي بتحرص الحكومة المصرية على تقديمها للمواطنين بصورة جيدة بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي في سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية. في مطروح أعلنت المحافظة عن توفير فرص عمل وتعيين 360 من الشباب ذكور وإناث من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، بالإضافة لتوفير 11 فرصة عمل للشباب من ذوي الهمم ضمن مبادرة وزارة العمل مصر بكم أجمل، في إطار اهتمام الدولة بتلك الفئة ودعم مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير حياة كريمة لهم. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 5000 سائح على متن 27 رحلة طيران سياحي دولي، ضمن 143 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل. وبتقوم السلطات المختصة داخل المطار بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التموين أنه جرى استلام 204,292 طن قمح ب 25 موقع تابع للجهات المسوقة، وسط متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات. في جامعة بني سويف تم البدء في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. بتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية. في أسوان أعلنت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي هتقوم بتأجيل تنفيذ أعمال ربط عمارات حي اللوتس بطريق السادات لما بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي عدم قطع المياه عن المناطق المحمودية بالكامل وطريق السادات بالكامل والدماس وعمارات كسر الحجر والغازات، واللي كان مقرر ليها من الساعة 8 من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة 12 من ظهر اليوم التالي الثلاثاء نظراً لارتفاع درجات الحرارة.